عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. هنا ساحة الحرية وسط مدينة تعز، حيث تتوافد جموع المواطنين قادمة من كل الأحياء والمديريات المحررة لأداء صلاة عيد الفطر في ظل ما تعيشه مدينة تعز من حرب وحصار من قبل عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع. أجواء عيدية يعيشها السكان هنا وسط ترتيبات أمنية مشددة تقوم بها قوات الجيش الوطني على مداخل المدينة وفي الجبهات التي لم تهدأ فيها المواجهات، تحسباً لأي هجمات أو محاولات تسلل قد تقوم بها عناصر الجماعات الانقلابية ضد المدينة. في نفس الوقت تظل قوات الجيش على أهبة الاستعداد يقظة كما تشاهدون في هذا المحيط القريب. إذن هي لحظة فارقة يسجل فيها هؤلاء قصة الصمود في خامس أعياد المدينة المحاصرة منذ ما يزيد عن عامين، وهو ما يترك عدة تساؤلات، أهمها إلى متى ستظل تعز تعيش أوجاع الحرب التي فرضتها الجماعات الإنقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.